إذا من الفيديوهات السابقة قمنا بإعداد الموديل وتصلنا في قاعدة البيانات عن طريق الفاير بيس كلاينت، هذا الكونكشن اللي يتصل لك عن طريق اليو ار ال الخاص في الداتابيس، وقلنا احنا راح نعمل عملية الإضافة والتعديل والحذف وعملية القراءة. إذا خلينا خلال الفيديو نتعرف على عملية الإضافة، عملية جدا جدا بسيطة. طيب قبل ذلك نحتاج إلى أنه نصل إلى الإنترنت، فتذهب لي إلى البروبرتيز الخاصة في البرنامج، أو تذهب لي نعم يمكن نذهب إلى البروبرتيز ثم أذهب إلى الأندرويد مانفست، ملف المانفست، أنزل للأسفل إلى البرميشن وأبدي أبحث عن إنترنت، فقط أبدي أبحث عن إنترنت وأبدي أفعل الإنترنت هنا. أوكي، هذا تحتاج حتى تصل إلى الانترنت، طبعا هذا يعتبر عندك صلاحية للدخول الى الانترنت. لو تذهب الى ملف المينفست راح تجد انه تمت اضافة اليك يوزر، يعني تستطيع انه تضيفه هنا بشكل مباشر، يوزر permission as android انترنت، وايضا عندك يمكن تضيف الاكسس انترنت ستيت. اوكي الحالة تمام. الان احنا باستطاعتنا الوصول الى الانترنت. طيب ثاني شيء نحتاج انه احنا نذهب ايضا الى الفاير بيس الخاص فينا، طبعا نحذف كل شيء موجود عندنا ونذهب الى الرولز، ثم بعد ذلك نبدي بتغيير عملية القراءة والكتابة الى ترو، تلقيناها فولز تغيرها الى ترو، هذا ضروري جدا حتى نستطيع انه نقرأ ونكتب من الداتابيس. اوكي الان بكل بساطة اسفل الاد، خليني في قولك قبل ذلك انه تحتاج الى جلب بعض مجالات الاسماء، طبعا خلينا نحذف كل شيء هنا موجود عندنا حتى نبدي من الصفر. تمام اوكي، ابدي بعمل ميثود بوبليك، هذه الميثود هي تكون عبارة عن اسينكرونس. لماذا اسينكرونس؟ باعتبار ان هي اصلا تتطلب من عندك هذا الشيء في يعني باستخدام هذه الباكج، فنقول له اسينكرونس تاسك. اوكي تاسك، تلاحظ انه راح يبدي يجلب لك الكرييتنج تاسك، ثم تعطيها اسم، نعطيها اد الداتا. تمام، وراح نقول له انه تتطلب من عندنا البوكس، انه يبدي يرسل لنا البوكس للبوكس. اوكي ثم بعد ذلك راح اقول له عندي await الكونكشن. لماذا await؟ باعتبار انه عندنا اسينكرونس كونكشن dot child. child اللي انت تريد تنشئه ايش اسمه، تعطيه على شكل سترينج، يمكن تنشئ child داخل child، فمجرد انه نقول له child وتعطيه على شكل سترينج، راح اقول له child مالتي اسمه box. تمام بهذا الشكل، ثم بعد ذلك هذا child طبعا تستطيع انه الان تنشئ child داخله، وهكذا تستمر انه تنشئ child داخل child وهكذا. هذا child الآن أريد أعمل عليه إضافة، لكن هذه الإضافة تتيح لعملية إنشاء unique ID أو يعمل لك generate unique ID. إذن مجرد أنه أقول له post asynchronous، ثم بعد ذلك أبدي أمرر لإيش؟ أمرر للbox. أوكي طبعا هذا راح يتطلب من عندك أنه تجلب مجال الأسماء، لو تقلب بهذا الشكل database.query فراح يجلب لك مجال الأسماء هنا في الأعلى firebase.database دوت كويري. إذن هذا فقط اللي أنت تحتاجه في عملية الإضافة، ما راح تحتاج أي شيء آخر هنا. يمكن أنه تحصل على الكي اللي راح ينشئ لك من خلال عمل variable، نقول على أساس أنه عندك كي. أوكي ويمكن أنه تحصل عليه بشكل مباشر عن طريق البوت as key. أوكي بوت كي إحنا ما راح نحتاجه طبعا. الآن خلينا نذهب إلى المين اكتيفيتي، لو تلاحظ في الأعلى DB في الإعلان معرف DB Firebase، وأبدي أعمل له initialize من DB Firebase، هذا حتى إنه نجهز كل شيء عندنا. الآن داخل ال BTN click أبدي إيش أقول له؟ أقول له إنه أنا عندي البوكس، أو خلينا نعرف في الأعلى، نبدي نقول له إنه أنا عندي بوكس، أسمي بوكس. تمام، وأعمل له initialize بشكل مباشر، راح أقول له هنا عندي box is a new from box، ثم بهذا الشكل. أوكي box أعطيه في التايتل،
edit title.text اوكي، ثم بعد ذلك اعطيه في البرايس يساوي لك edit price.text. تمام، الان سنديت الداتا بشكل مباشر الى البوكس. كل عليه انه هو ما عندنا طبعا فارزه منقوطه، كل عليه انه اعمل اقول له هنا انا عندي await، حتى نستطيع استخدام الاويت طبعا، فنحتاج الى تحويل هذا الفويد ايضا الى asynchronous، فراح اقول له انه هذا ايضا راح يكون عباره عن asynchronous، وايضا هو راح يكون عندك await await db اللي انا معرفها في الاعلى دوت add data، راح يقول لك اعطيني البوكس، راح اقول له هذه هي البوكس. تمام، فقط هذا اللي انت تحتاجه في عمليه الاضافه. طبعا هذا الاد داتا يمكن انه يرجع لك فت قيمه معينه حتى تحقق من عمليه الاضافه، يمكن تاخذ القيمه وتقول له اف شرطيه اف از نوت نول، فنقول له هنا تمت العمليه الاضافه بنجاح، والا ان هو يعني else في الحالة الأخرى في الحالة المخالفة إلها، فنقول إن هنا لك مشكلة. وأيضا يمكن إنه تحسن الكود الخاص فيك من عملية إضافة تراي، يمكن تضيف هنا تراي حتى تتجنب الأخطاء وتقتنص الأخطاء الخاصة فيك. الآن خلينا نحفظ ونبدي نعمل run على الابليكيشن مالتنا. إذا الآن مثل ما تلاحظ اشتغل عندنا البرنامج، خلينا نعرض الفاير بيس أوكي، ونعرض الديتا لان هي ريال تايم طبعا، ونبدي الان انه نعطيه على سبيل المثال كتاب ليرين كوتلين، ثم ذلك نعطيه البرايس 35، ثم نضغط على اد. المفروض الان انه يضيف لك اوكي، الان تمت اضافة اليك تشايلد جديدة اسمها بوكس، وتم انشاء اليك هذا اليونيك اي دي، هذا هو الاي دي طبعا، هذا يبدي يضيفه بشكل يعني تلقائي، وهو يونيك اي دي يمكن ان تعتمد عليه في عملية الحذف والقراءة الى هذه الامور وعملية التعديل، راح يختلف في كل عملية. خلينا نغير على سبيل المثال نقول له هنا ليرن سي بلس بلس، ونقول له هنا عندنا 37، ثم بعد ذلك اد. لاحظ ايضا تمت اضافة اليك يونيك اي دي، وهكذا تستمر. مثل ما قلنا انه نستطيع انه نضيف تشايلد داخل تشايلد، يعني هذه تشايلد نستطيع انه ننشئ تشايلد داخله، حتى نصل لهذه تشايلد ونحذفها راح نستخدم اسمها حتى نعدل عليها ايضا نفس الشيء نفس هذا الكلام. فنحتاج انه احنا الى تشايلد معنية لعملية التعديل وعملية الاضافة وعملية الحذف.